خلينا بقى واحنا بنتكلم عن الاطفال نتكلم عن صوره جميله جدا انتشرت امبارح على السوشيال ميديا وكل صفحات التواصل الاجتماعي. مدرس بياكل احد الطلاب بنفسه بشكل انساني ومليان حنيه ومثاليه الحقيقه، طبعا بشكل يوضح دور المعلم انه مش بس في المدرسه ولكن ليه دور التواجد بجوار الاطفال ومساعدتهم وانه سند ليهم في الوقت اللي يحتاجوا ليه، خاصه لو الطفل ده من اصحاب الهمم. الصورة انتشرت بشكل كبير جدا والناس كان ليها ردود جميلة جدا، دعاء وثناء على المعلم اللي قال ان الصورة دي تم التقاطها في رحلة لمدرسة التربية الفكرية في كوم النور في محافظة الأهلية، وانه ساب اكل وراح للطفل اللي كان فيه اطفال بيزوروا القاهرة واماكن سياحية واثرية وتراثية، فهو ساب اكل وراح للطفل ده علشان ياكله بنفسه. طبعا الصورة دي كان ليها مفعول زي السحر كده على السوشيال ميديا، لان الناس طلبت انها توصل لحساب المدرس ده على مواقع التواصل الاجتماعي وتبعت له رسائل شكر وتقدير. فيعني دي من ضمن اللفتات والحاجات الجميلة اللي احنا دايما بنحب نحط عليها السبوت لايت في صباح الورد ونوريكم ان احنا لسه عندنا امثلة كويسة وان الدنيا دايما فيها خير وهيفضل دايما فيها خير.